ففي محكم التنزيل نور من الهدى وفي سنة المختار نهر من الحب. ففي محكم التنزيل نور من الهدى وفي سنة المختار نهر من الحب. سلام عليك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدون الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القسطاس. نتحدث فيه اليوم إن شاء الله عن واحد من الموضوعات المهمة التي تهم الناس ويتكلم عنها الناس كثيرا، خاصة أصحاب العربات والمصانع، والآن أصبحت جزء من المسائل المتعلقة بمنح العمليات التمويلية في المصارف. الناس يتكلموا عن تأمين الدين، ويتكلموا عن التأمين ضد خيانة الأمانة وغيرها من هذه الأنواع. موضوعنا لحلقة اليوم إن شاء الله هو عقد التأمين. إن شاء الله تعالى يحدثكم في هذا الموضوع المهم سعادة الأخ الأستاذ المحامي والمستشار القانوني البصري الفكي الطيب. مرحبا بك أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشكر الإخوة في قناة طيبة الفضائية، ونشكر الإخوة معدي ومنفذي برنامج القسطاس في استضافتهم لنا في هذا الموضوع الذي نراه هام ويجب أن يوعى الناس به، حتى يكون كل من تعاقد في التأمين يعني عارف اللي والعليه يعني. نعم. وجزاكم الله خير. مرحب بك، ونذكركم بأننا نتلقى اتصالاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر في الشاشة حول موضوع الحلقة وهو عقد التأمين. أستاذ البصري، درجنا دائما في حلقاتنا نعرف المشاهد بموضوع الحلقة، فما المقصود بعقد التأمين؟ طيب، في البداية الواحد ستجي يتكلم عن عقد التأمين، هو عقد من العقود المسمى، وربنا سبحانه وتعالى طبعا في سورة الأنعام بدأ بيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فتعريف العقد بصورة عامة ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر. ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. يعني شخصين اتفقت إرادتهم على حاجة، شخص أوجب، الشخص الثاني قبل، بعد ذلك كل ذول ينفذ بما أوجب عليه الطرف الآخر. عقد التأمين نفس التعريف ده ينطبق عليه، ما عدا في استثناءات بسيطة في مسألة العقد اللي بيكون فيه اشتراط لمصلحة الغير، يعني بيكون عقد بين طرفين لمصلحة طرف آخر غائب وقت التعاقد. إذا طبعا هو في النظرية العامة كترينا الأمثلة للمشاهد يا مثلا زي الاشتراط لمصلحة الغير، زي عقد السيارات الطرف الثالث. يعني صاحب المركبة بيأمن المركبة تأمين يغطي الأضرار اللي بيتعرض لها الغير، اللي بتسبب المركبة في ضررهم، سواء كان أتلفت لهم ممتلكات أو سببت أذى جسماني أو سببت الموت، فدا عقد بين طرفين لمصلحة طرف آخر وقت التعاقد، بيسموه الطرف الثالث. نعم نعم، كلمة الطرف الثالث جاي من إنه ثيرد بارتي لايبيليتي، نعم، هي مسؤولية بتغطي الطرف اللي هو كان غائب وقت التعاقد. نعم. أي تاني مثلا اشتراط لمصلحة الغير، مثلا زي وزارة الأوقاف الحج والعمرة مثلا يعملوا تأمين للحجاج، هي بتبرم عقد مع شركة التأمين مقابل قسط معين ياخذوا من الحاج أو المعتمر في حالة وقوع خطر معين، في اشتراط بين المتعاقدين ده يعوضوا الحاج أو المعتمر. نعم. مثلا التأمين على الركاب في الباصات السفرية، ياخذوا على التذكرة ده
ما عندنا، لكن في شركة شيكان انها هتقدمه قريب ده، يعني تقدم مشروع زي ده، ان هتأمن على الركاب مقابل قسط معين جنيهين او جنيهين ونص في حالة حدوث حادث، بغض النظر عن المسؤولية بتاعت السائق. شركة بتعوض المضرور في اذى جسماني، موت، بيتفقوا مع وزارة النقل وغرف اتحاد اصحاب الباصات السفرية على تغطية هذه المخاطر بمبلغ محدد متفق عليه ومن ذي قبل. فزي ما قلت لك في اشتراط لمصلحة الغير، البنك مثلا برضو انا بأمن كتاجر، بأمن لمصلحة البنك في حالة حصول عجز في 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 التمويل اللي موني له البنك، زي البنك الزراعي مول المزارعين، انا بأمن لمصلحة البنك الزراعي في حالة حدوث الخطر المأمن عليه، وشركة بتعوض البنك الزراعي، في حين انه العقد مبرم بيني انا وبين الشركه، بين المزارع وبين الشركه. نعم. لكن المستفيد هو السير بارتي. نعم. فدي عقود لمصلحه اطراف يعني اخرى. نعم. طيب. قد تكون هي ما طرف في العقد. طيب. لكن مستفيده من العقد. نعم. طيب يلا الجزئيه بتاعت التامين كده تكلمت لنا عن العقد وقلت يستثنى. طيب مفهوم التامين نفسه. التامين طبعا اول شيء في اشياء يجب ان تتوفر حتى يكون في تامين ذاته، يعني ما هي حاجه بتتامن يعني يكون في ضروره للمساله التامين، يكون في حاجه ملحه، يكون في مصلحه عامه للناس، يكون في حتى لو مصلحه قلنا تجاريه لكن ما تكون القصد منها الربح، يكون القصد منها التكافل، يكون القصد منها رفع الحرج عن بعض الناس اللي بيتعرضوا لخسائر، عن بعض الناس اللي بيتعرضوا لاضرار، والغضرات تحصل غضاء وقدرا يعني ما يكون مقصودة يعني. فبعد ذاك زول إذا كان معه تأمين يعجز عن القيام بهذه الالتزامات، فورثة التأمين بتحمل عنك هذا العبء، إلى أنه قد يكون عبء ثقيل عليك، وقد يكون عبء ثقيل على زي ما بقول يعني حتى العاقلة بتاعتك يعني. فنشأ التأمين لدرء هذه المخاطر اللي بتقع على الناس، والناس بيكونوا عاجزين عنها. نعم. ايوه نعم. نعم. توفير الامن. نعم. طيب عقد التامين اي عقد نحن بنتكلم عن نقول عقد، العقد عنده اطراف. من هم اطراف عقد التامين؟ طبعا زي ما قلت لك في عقود زي ما قلت لك ارتباط الاجابه الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر. لو جينا طبقنا المسألة دي في التأمين بتلقى المؤمن وهي شركة التأمين، هي طرف أصيل لأنه هي اللي بتعد الوثيقة بتاعت التأمين، وهي اللي بتحدد شروطها، وهي اللي بتوريك الالتزام شنو. نعم. والمؤمن له اللي هو حامل وثيقة التأمين. نعم. وفي حالة الاشتراط لمصلحة الغير المؤمن لصالحه اللي هو أصلا ما طرف في الالتزام، بل هو مستفيد من هذا الالتزام، كان البنك، كان الرجل العابر الشارع او الراكب في الحافله، وكان الجهه اللي هي اصلا انت دار تضمن يعني ما لدى يرجع عليها يعني. نعم. ففي التامين اطراف التامين هم اولئك، شركه التامين وهي المؤمن، والمؤمن له حامل الوثيقه. نعم. وثاني في المؤمن لصالحه اللي بيكون هو طرف ثالث زي ما قلت لك. طيب يا استاذ البصري ان احنا قاعدين في طرف ثاني بيكون لكن مسؤول مسؤوليه غير مباشره، معيد التامين، شركه التامين بتعمل اعاده في شركه التامين. طيب ده هو مسؤول لكن مسؤوليته كولكتيفلي مع شركه التامين. طيب ده انا حاجز عنه سؤال خاص، لكن انا دايرينك توري المشاهد بنسمع اللي هو مفهوم يقول الشركه دي شركه تامين، شركه كذا للتامين واعاده التامين. فدايرنك توري المشاهد باعتبار انها هي طرف، هي شنو ذات الشركه دي وبتتكون كيف واهدافها شنو والقانون بيقرها كيف وكده. نعم. طبعا شركه التامين حسب قانون الشركات السوداني لعام 1925 وتعديلاته اللي حصلت مؤخرا بقانون الشركات الجديد اللي هو كان الناس بتتناقش فيه قبل سنتين يعني. الشركة بتسجل شركة عادية زيها وزي الشركات العاملة في مجال التجارة، لكن عندها ضوابط تانية بتحكمها زي ما نص عليه القانون الجديد، قال تلتزم بمقررات هيئة الرغبة على التأمين
ومقررات المجامع الفقهية وقرارات الرغابة الشرعية دي بتضبطها، لأن أصلا شركات التأمين ما مفروض تكون هي يعني تؤسس من أجل الربح الخالص، ولا من أجل أنها تستثمر أموال أو تستفيد من 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 قروش الناس اللي هم أصلا دارين يأمنوا من الأضرار اللي بيتعرضوا لها. يعني الشركة بتؤسس بأسسها مؤسسين، هم اللي ابتدوا الشركة دي، هم الانيشياتر بتاعين الشركة، المشوا المسجل التجاري وسجلوا الشركة، والشركة طلع عليها كتيب وطلع عليها شهادة من المسجل التجاري، أمر تأسيس ونظام أساسي وشهادة، وبدأت تمارس شغلها. هذه الشركة، هؤلاء المؤسسين بيبدأوا في شغل التأمين باكتتاب وثائق تأمين. طبعا في الحتة دي الزول لازم يتكلم عن التأمين التجاري والتأمين الإسلامي، عشان في فرق، يعني لا بد من الواحد يتطرق له في النقطة دي. انك هنا انت بتنشئ شركة تأمين، اول شيء الغرض الاساسي تكافلي من البداية، يكون ما هو الغرض انك تنشئ شركة التأمين دي عشان شنو؟ تأكواير ماني، تجمع قروش، لا، عشان شنو؟ تغطي حيات الناس. يلا طبعا، والقانون بيقول انه شركات تجارية، شركات تمارس التجارة على اساس انها تكسب. طبعا هنا العقود بتاعت التأمين الإسلامي لا تفقد من يؤسسون الشركات الحق في انهم يكسبوا من وراء الشركات، لانه اصلا انت بتأسس الشركة، تأسيسها برأس مال ورأس مال محدد وتدفع عليه ضرائب، وشركتك بتبدأ كورس اوف بيزنس، يعني بتبدأ الشغل. بعد ده لابد عليك التزامات، عليك واجبات يعني كمؤسس الشركة. المشرع الإسلامي في التأمين الإسلامي بيفترض انه عقد التأمين عقد، ما عقد تجاري بحت، عقد بتاع ما عقد معوضة مالية، يعني انا بعمل معاك عقد على اساس انه عوضك، واذا كان ما حصل لك حادث الباقي حلالي المال بتاعي انا. لا، ما مبني على هذا الاساس، مبني على انه عقد التأمين التجاري اللي بيمارس في غير النهج الاسلامي في التأمين هو عقد فيه غرر، فيه نسبة غرر ضخمة جدا، لانه داك مبني على انه بيأمن لك وبعوضك، ده اللي هو بيسمى التجاري، بيسمى التأمين التجاري البحث، وده الإسلامي. الإسلامي عقده عقد تبرع، والتجاري عقده عقد بتاع ربح وخسارة، وتجاري بحث، يعني ما فيه تبرع ولا فيه انك انت بتدفع قسط وراي منه انه يرجع لك القسط ده، تكافلي. نعم، التكافل الإسلامي انك انت بتأمن وبتدفع أقساط تأمين كمؤمن له. نعم. بعد العملية التأمينية خلال العام بيشوفوا، ينظروا يشوفوا العملية التأمينية كلفت كم، الناس تعوضوا كم، الأقساط بتاعت التأمين بلغت كم، ما فاض عن هذه العمليات وسداد الالتزامات الضريبية وسداد الالتزامات اللي بتكون كلها احتياطيات للعوام القادمة. قد يكون في تأمين عنده تغطية في العام القادم لسه ما اندفعت، يعني تعمل احتياطياتك، تسدي التزاماتك المالية إذا كانت زكوية ولا ضرائب ولا كل التزامات، أو التزامات بتاعت كليمس مطالبات سددتها. بعد ذاك ما فاض عن المبلغ ده بترجعوا لحملة الوسائق نفسهم، بترجعوا لهم في حساباتهم. كذلك ما مقص بترجع لهم في حساباتهم برضو بيهم. ده التأمين التجاري، بتقول التأمين الإسلامي أقصد. بتقول لي المؤسسين للشركة حيستفيدوا شنو؟ المؤسسين للشركة بقدر رأس مالهم أدخلوا في الشركة، الشركة طبعا بيكون عندها إدارة بتاعت استثمار، مال منفصل من مال التعويضات ومال الحركة بتاعت التأمين. مالهم ده بيستثمروا في أي استثمار، يعني استثمروه، وفي مال مستثمر مما الحملة الوسائق، الفوائد بذاتها بيكون فيها مال اون كورس، يعني مال موجود في الخزينة مدور. بدون نسبة من المال بتأمنه بتاع حملة الوسائق ده، نسبة مئوية، ويدوهن استثمارات أموالهم أصلا قبل أسسوا بها الشركة، ده طبعا مالهم أصلا. وهنا حملة الوسائق بدون جزء من استثماراتهم قد تصل النسبة ل 50% من عائد الاستثمار بتاع حملة الوسائق. أما التجاري ما فيه نظرية إنك تتبرع بقسط ونعوض، وما فاض عن التعويض نرجع عليك، أو ما نقص نرجع عليك. فيه زي القمار، يعني إنه أنا بشيل منك قروش، حصل لك بعوضك، ما حصل لك باقي المبلغ حقي يعني. خلاص، ودي ده ربح بالنسبه لي، سموه ربح عادل، هنا بيسموه فايض. نعم. طيب يا استاذ البصري، ونحن نتكلم عن شركه التامين، طبعا هنا في ضوابط في عاده التامين، في يعني انا داير اسالك،
ده اسالك عن الشركات المسمى بتاعها بيختلف. يعني احنا بنقرا في شركه بيكون مكتوب فيها شركه كذا للتامين وبقيف لحد هنا، في بعضهم بيكتب واعاده التامين. ده انك تكلم المشاهد شنو المقصود بعباره واعاده التامين. نعم طبعا، بعد ما شركه تامن ويكون عندها وثائق بتاع التامين ابرمتها مع عملائها، طبعا التامين هو تفتيت للخطر، تفتيت للخطر دي يعني مجمل كده المساله، انك انت بتقبل مخاطر. المخاطر مش بتشتريها بقروش، بتضمنها بقروش، بتلقط من دو من دو من دو من دو، بتشيل بتخدتين عندك، حصل ضرر لواحد بتديهم، صح؟ نعم. عشان انت بعدين استثماراتك ممكن ما تغطي لك، عشان ما ترجع للناس، تقوم تتخذ معيد تامين شركه ثانيه تسند لها الشغل اللي انت قبلته ده. مثلا قبلت مصنع بمليون جنيه، اقساطك فيه مليون جنيه، المصنع ده تقسم المليون جنيه هجاك ده، كل شركه تديها 100,000، دي 100,000، دي 100,000، دي 100,000 بنسبه المبلغ اللي انت اسندته ده، بعدين بيشارك معاك في الخساره. معناته انت فتتت الخطر ده، بدل تتحمله براك، بدل تتحمله براك لو وقع دخلت الاقساط دي معاك، فتتت الخطر ده بين مجموعه من الشركات، بحيث انه ساعه حصل الخطر المؤمن عليه ويقع، شركات دي تساهم معاك بمقدار المبلغ اللي اديته ليها من القسط. اذا كان اديت 10% تساهم معاك ب 10% باتفاقات يعني، وعندها شروط وعندها التزامات يعني، مثلا يساهم معاك في الحدث الواحد، يساهم معاك في الاحداث كلها كولكتيفلي كده، يساهم معاك ساعه الخساره تصل لحد معين يعني. دي اتفاقيات الاعاده، الشركه بتعمل اتفاقيات اعاده التامين عشان تقدر توفي بالتزاماتها. نعم. طيب يعني الشركه بتباشر التامين. نعم. وحتى بتمشي لزميلاتها من الشركات الثانيه العامله في السوق تعيد معاها بعض الاقساط، بعض المخاطر اللي اخذتها دي. وفي شركات متخصصه في اعاده التامين، مثلا حسيت عندنا في السودان هي شركه اعاده التامين الوطنيه. نعم. شركه اعاده التامين الوطنيه دي شركه متخصصه في الاعاده. يعني الشركات بتامن، هي بتعيد لكل شركه بنصيب معين، تحط الاقساط، تحصل المخاطر ترجع لكل شركه نصيبها في الخسارات اللي حصلت، والباقي ده بيكون فايض عندها، بحيث انه في تصفيه اعمالها ترجع فوايض او تنقص بالمديونيات اللي على الشركات. طيب استاذ البصري، اي عقد عنده شروط. نعم. وعقد التامين في الغالب حسب الشيء المعمول به، دائما الشركه بتديك يعني شروط جاهزة، انت لما تجد امن عندها تديك شروط جاهزة انت بتقبل بها التعاقد. فده انك تكلم المشاهد يعني اول شيء المسألة دي القانونية فيها، انك انت قلت العقد ده اطراف، انت زول بتجيب له شروط بتقول له يا اخي انا خدمتي دي خدمة التأمين دي بقدمها لك مقابل هذه الشروط. نعم. ده انك تتكلم لنا في الجزئيه دي، وده انك تورينا اهم الملامح لهذه الاشتراطات في هذا العقد. نعم. طبعا بيقول لك يعني هو كم سجستس ماست كم ويز كلير هاندز. الجاي يتعاقد مع اي زول المفروض يجي بحسن نيه اولا، يعني في قواعد قانونيه وقواعد فنيه في التامين. احنا ممكن نعمل لها ميكس مع بعض، انه انت جاي للتامين اول شيء تكون حسن النيه، انك جاي تدفع في حال حدوث ضرر يعوضوك قدر ضررك ده، ما يدوك اكثر، كويس. ويعيدوك لاقرب حاله، ما شرط يعيدوك لحالتك ذاتها، يقفوا معاك في المساله. حتى بعض الشركات تقول لك نحن نقف معاك الامان عبر الزمان وكذا. ثاني في قسط تامين، يعني المفروض عليك انك تدفعه انت، عشان شنو؟ عشان كمان انك مش تجي تامن وتقول الشركه عوضني والمال الصندوق بتاع المحفظه التامينيه فاضيه ما فيها قروش. كل مؤمن المفروض يلتزم ب ب ب ب بالقسط اللي هو اتفقوا عليه في تامين الحاجه المعينه. تاني لازم يكون في مصلحه، انت تامن عندك في الحاجه مصلحه. مصلحة تأمينية، يعني ممكن تأمن لك حاجة وأنت ما راجع منها مصلحة. سموها الانشورابل انترست، يعني يكون عندك مصلحة في الحاجة اللي أنت مأمنها.
كمان يا اخواننا برضو شركات التامين من واجبها توعي الناس بالعقد، يعني تقرا معاك العقد ده فقره 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 وتديك له على اساس انك تكون واعي به، ما تجي تتفاجئ به وحتحصل لك الضرر تجي تقول انا ما وروني وما قريت وكذا. يعني انت من واجبك ومن واجب الشركه ذاتها يعني كابداء لحسن النيه قلت لك اتموست جود فيث انها تطلعك على عقد التامين لانها عدت العقد ووضعته وطبعته، ما عليك الا انك تجي تدفع القروش وتشيل ورقتك دي. يعني المفروض تنورك بعقد التامين، المفروض انت ذاتك كمان شنو ده عقد، وقلنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن العقود يا الذين اوفوا بالعقود، انت تقرا وتشوف التزاماتك شنو، شو المفروض تعمله شنو، شو المفروض ما تعمله شنو، ساعه تحصل لك ضرر تعمل شنو، يحصل لك الخطر المؤمن عليه تعمل شنو. فزي ما قلت لك في قواعد التامين بتبني عليها انه القسط، انه حسن النيه، ما في زول يكذب عليه زول، ما في زول يغش زول، ما في زول يدي معلومات غير صحيحه للطرف الاخر. اذا كانت الشركه طلبت اي معلومات تقول لها بحسب الواقع، تلتزم بدفع القسط التامين، الشركه التامين تحل محلك بعد ما تعوضك، تحل محلك في مقاضاه الطرف المسبب في الفعل الضار او في الزول اللي اهلك الحاجه المؤمنه دي، بحيث انها تسترد المبلغ ده لمحفظه التامين او لبقيه المؤمنين. يعني لان ريحتك ادتك انت خلاص البيزنس بتاعك مشى، عملك اصلا امنت من اجله ما 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 حصل له انت الربشه، ما وقف ادتك ومشت، بعد ده هي تتولى حقك ده قصاد الطرف الاخر. تاني في زي ما قلت لك المصلحه التامينيه، يكون عندك مصلحه تامينيه في الحاجه، ما تأمن لك حاجه الزول ويحصل لها الضرر تمشي تشيل التعويض انت، لازم حاجه تكون حقتك. ويعني قواعد كثيره يمكن تكون ما 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 طيب يا استاذ المصري، طيب يا استاذ المصري، التأمين عمليه رغم بساطتها لكنها معقده، نعم، واطراف متعددين وبعضهم خارج العقد. اجمالا هل المساله دي في قوانيننا السودانيه منظمه، وشنو القوانين اللي بتنظم عمليه عقد التامين؟ والله يا اخي طبعا هي انا ما بقول لك ما عندنا ما منظمه، لكن عن غيرنا منظمه. ورينا ده الناس مسوين يعني في يعني غيرنا التامين دي عنده قانون اسمه قانون التامين بيضبط عمليه التامين دي، لو حصل كده الشركه عليها كده، لو ما حصل كده المؤمن له عليه كده، لو ما حصل كده. احنا هنا بنستقي نصوصنا من قوانين عده اللي هي يعني من قانون حركه المرور مثلا في بيتعلق بالاضرار بيتعرضوا لها الناس في الطريق من المركبات، ثاني قانون الطيران المدني مثلا في تامين الطائرات وكده، ده بيضبط الحالات انك تامن كيف وتامن منه وتعوض كيف وحسبياته اتفاقيه. تاني في قانون اسمه قانون التامين والتكافل، ده القانون ده هو فيه نصوص كده لكن ما جوهريه، يعني لقط النصوص اللي في القوانين. قانون المعاملات المدنيه اللي بيحكم النظريه العامه للعقد بيحكمه قانون المعاملات المدنيه، ده برضه منظم عقد التامين. يعني ارث قانوني ونصوص موجوده في قوانين عده. في قانون هيئه الرغبه على التامين ده بنظم اعمال شركات التامين وبكون رغيب على كل شركه تمارس التامين ويبغى اللي هو مشرع له. يعني دي ممكن الحتات اللي في 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 قانون الاصابات العمل للناس اللي مأمنين اصابات عمل. زول عنده عمال ومأمن اصابات عمل، اذا كان قانون العمل نص ذاته اذا كان الزول عنده تامين شركه التامين بتدفع للعامل. نعم. واذا كان ما عنده تامين ملزم رب العمل، اصل الزام لرب العمل. رب العمل اللي عنده تامين بيرجع من شركه التامين. نعم. يعني دي النصوص يمكن تكون في قانون التعويض عن اصابات العمل، في الضمان الاجتماعي برضه سمها وكده بتلقاه، في هيئه الرغبه قانون الرغبه على التامين، قانون التامين والتكافل، قانون المعاملات المدنيه. لكن قانون كده يشمل لك كل معاملات التامين زي القانون التامين البريطاني ما في، ما عندنا. حتى في البحرين برضه عندهم قانون، يعني الدول المتاخره في التامين دي لسه ما عملت، ما وصلت مرحله انها تعمل لها قانون يضبط كل عمليات التامين. نعم. يعني لسه بكون في كونفليكت مع الوثيقه والالتزام. نعم. طيب يا استاذ البصري، برضه عمليه التامين زي ما انت ذكرت لنا تنظيمها نصوص متعدده عندنا، ذكرت من ضمنها قانون هيئه الرقابه على اعمال التامين. نعم.
دايرين نعرف المشاهد بالهيئة دي شنو، وكلمة الرقابة هل هي رقابة على الأعمال، ولا إذا أنا إذا حصل بيني نزاع بين شركة التأمين هي عندها سلطة التدخل؟ أيوة نعم، طبعا هي الهيئة دي هيئة مؤسسة بواسطة وزارة المالية الاتحادية، تتبع لوزارة المالية، ووزارة المالية طبعا هي الجهة اللي عندها الوصاية على المال في البلد وحركة المال، وتضبط الناس في التعامل مع المال بحيث انه ما في زول يتعدى على مال الاخر وكذا. هيئة الرقابة على التأمين دي هي بتوجه شركات التأمين بانها اول شيء في نصوص صادرة من هيئة الرقابة على التأمين، وفي توجيهات صادرة من وزارة المالية فيما يتعلق بأعمال التأمين، وفي ثاني التسعيرة بتاعت التأمين بتاعت الطرف الثالث مثلا، والمسائل ذاتها الوثائق المفروض تبريم شركات التأمين. ما كل وثيقة انت ما عليك كيفك تعمل وثيقة وتجي تقول للناس انا عندي الوثيقة الفلانية دي انا امنها، يعني في وثائق ما بتتماشى مع سياسة الدولة العامة وقوانينها دي. هي الرقابة على التأمين ممكن تقف لك فيها يعني. تاني شركة هي الرقابة على التأمين بيكون هي برضو عندها الوصاية على شركات التأمين فيما يتعلق بالاحتياطيات للأخطار السارية مثلا، لازم يكون عندك احتياطيات. بعدين برضو بتضع يد على أموالك، ما تتصرف في أموالك كيف ما تشاء. مثلا شركة التأمين شعرت بنفسها هي في موقع بتاع ضعف وحتتصفى وكده تقوم تبيع الأصول بتاعتها، هي الرقابة على التأمين لا، عندها موافقات على بيع الأصول إلا توافقي عشان تضمن الاحتياطي يوفي بالتزاماتك المستقبلية حسب ما انت وريت انك انت مصدر كم وثيقه وفي اي نوع والتزاماتك قدر شنو، فما عندك الحق تتصرف في اي مال لانه المال ده حق حمله الوثائق اللي انت جمعته على مدى السنين ولحد ما بقيت شركه كبيره. المال ده ما مالك ولا مال المؤسسين، الناس اللي بالتتابع هم بيامنوا ديل، المال ده مالهم، والمفروض الشركه يعني هيئه الرقابه للتامين تحتفظ لاخر زول عنده حق في شركه التامين تديه من الاحتياطيات اللي هي عندها رغابه عليها. نعم. تاني بتقوم بالتصديق والموافقة للمقيمين الأضرار، الناس اللي بيقيموا الأضرار، عشان شركة التأمين مات كمان تكون في جهة محايدة بتقيم الضرر، الجهة المحايدة دي بتاخد يعني تصديق من هيئة الرقابة للتأمين. تاني بيكون في وسطاء تأمين بيكونوا بيسوقوا التأمين ده لشركات التأمين، لازم يكون عندهم موافقة من هيئة الرقابة للتأمين، وهي بتكون رغيبة عليهم، بتكون رغيبة على اللص أدجسر واللص أسسر مقيمين الأضرار واللي بيمسحوا المخاطر، الناس اللي بيمسحوا المخاطر برضه هيئة الرقابة للتأمين هي عندها ولاية عليهم، عندهم رخصة يجددوها سنويا. فدي كلها أكثر من كده يعني، دي يمكن كل الحياة الواضحة كده يعني في الممارسة. عندي جزئية برضه سألت منها، تفضل. عندها سلطة في الشكاوى، يعني أنا مثلا مأمن في أيوة في شركة، نعم، وحسيت بإنه حصل بينهم النزاع في فهم في انه انا ظلمت، هل عندي الحق الجا عليها؟ وانت عندك الحق تلجا عليها، لكن شنو؟ قرار هذا ما بكون قرار حاسم. حاسم ولا ما ملزم؟ ما ملزم. ما ملزم لشركة التأمين. ما ملزم لشركة التأمين. ما ملزم لشركة التأمين. انت ممكن تاخذه بين، لانه اصلا بينك وبين شركة التأمين في عقد، والعقد شريعة المتعاقدين. فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بواسطة المتعاقدين نفسهم. فإذا كان شركة هي أدلت برأي، رأي ده تاخده في نزاعك مع الشركة بعدين لو ما اتفقت مع الشركة في حل النزاع التأميني ممكن كبينة زي قرار مكتب العمل بالنسبة للنزاع العمالي. نعم. أي مكتب العمل بدي قرار، لكن قراره ده ما خلاص انت انا مفروض انفذه. نعم. انا باخده بينة بمشي بها محكمة العمل، بعد ذاك القاضي بيسمع البينات بيشوف القرار ده صايب ولا ما صايب. نعم. نفس الشيء هيئة الرقابة للتأمين بتديك جايد، انت الشركة ممكن تتفهم الكلام ده وتمشي به، او يكون عندها وجهة نظر اخر عقدها بالعرض مع الكلام اللي قالته ده عقد التأمين. نعم. وتمشي نزاع لقدام وخلاص يعني بهداك بالبينة. طيب استاذ البصري، ونحن بنتكلم في سياق كلامنا بنتكلم عن الخطر، انتوا بتقولوا للخطر مؤمن ضده مش كده؟ نعم. طيب دايرين نوري المشاهد، يعني انا لما نجي لشركة التأمين شنو المخاطر الان مسموح لي بانه
اطلب التامين ضدها، ولا انا اي حاجه تجي في راسي ممكن شركه التامين تامن لي؟ اي دي ممكن كمان عمليه نخش لك في الاشياء طوالي. مثلا زول داري امن، نبدا بالعربيه، لا يرخص عربيته، طبعا ناس المرور بيقولوا امن العربيه. تامينه ده قد يكون في ناس كثيرين ما عارفينه انه طبعا بيقول لك امن بس الاجراءات، لكن وقت حصل لي حادث بيعرف انه تامينه ده كان اهميته شنو. تامينه ده بيغطي له الاضرار اللي بيسببها مركبته دي جراء استعماله ليها، فيما يتعلق بالاذى الجسيم تعوض عن الجراح والعلاج، فيما يتعلق بالتلف تعوضك بقدر ما اتلفته من مال، فيما يتعلق بالموت تعوضك بالديه. مثلا التامين الشامل تعوضك مركبتك نفسها، انت عملت الشامل ده هو اجباري زائد يشمل المركبه نفسها كويس. بيجيب مركبتك للشركه بشوفوها، بيعملوا لها مسح، المهندسين اللي قبل قلت لك هي الرغبه على التامين بيعمل لهم ايوه، بيعمل معاينه للمركبه بيقول حالتها كده وقيمتها كده بتامنها. اما انتهى بعدها خلاص بوليس التامين الشامل دي بتغطي لك العربيه في حاله حدوث الحادث، ويبغى اللي عقد التامين طبعا. وفي استثناءات وفي حالات بيدوك يعني بيعوضوك فيها. مثلا انت مثلا ناخذ في التامين الطبي، التامين الطبي انت بتجي تعقد تامين طبي مع الشركه في حاله مرضك، عندك شبكه طبيه بتتعالج فيها، شركه عندها تعاقد مع مستشفيات بعينها، مستشفى الفلاني مستشفى الفلاني مستشفى الفلاني، عندك بطاقه علاجيه ممكن تمشي المستشفى بتتعالج، بيكون في مرات شرط بتاع الدواء بتساهم فيه ب 10% في الدواء، وبالبطاقه دي انت بتكون دفعت لك 1000 جنيه بتتعالج لحد 30 او 40 مليون حسب الاتفاق 40,000. بيعملوا لك برضه مرات التامين التامين الطبي بيخضع لفحص يشوفوا الزول حالته، ممكن جاي هو بمرضه جاي بس يعني يعالج مرضه ده، وبيدوك الوثيقه بعد ذاك اي مرض حصل لك في تاريخ سيران بطاقتك العلاجيه دي مغطى حسب الاتفاق بتاع التامين اللي بيني وبينك. مثلا في التامين الزراعي انت البنك مولك، مولك مثلا تجهيز الارض الزراعيه، مولك بذور، مولك ادويه ومبيدات واسمده، ومولك عمليات زراعيه مثلا. الحتات دي كلها محدده، تجهيز الارض الزراعيه، بذور، انبات لحد النبات ما ينبت، تاني عطش. فانت الشركه بتامن لك المخاطر دي في حاله انه انت اشتريت جهزت الارض وجا فيضان مثلا غطاه، يعوضوك عن التجهيز ده لانه اصل البنك ممولك. جهزت ورميت البذور وديت سماد، يعوضوك عن الاشياء اللي خسرتها هذه. جهزت ورميت البذور وديت سماد ونبتت المطر وقف، فانت البنك داير منك قروش طبعا، يعوضوك عن الخساره اللي تخسرتها. وهذا دواليك. مثلا التكافل، التكافل مثلا الجماعي، التكافل الجماعي ده هو عقد بيبرم بين شركه التامين وبين نغابه او جهه بتمثل الكم الهائل من الناس الدار اتكافل معاهم. مثلا يقول لك في حاله حصول عجز جزئي اعوضك مثلا مبلغ معين، في حاله حدوث عجز جزئي في الاعضاء الفرديه، في الاعضاء الزوجيه شلل نصفي شلل كامل، في حاله حدوث موت، كل حاجه محدده بمبلغ. فانت بتطلع على الجدول بتاع التغطيات، بتطلع على كل تغطيه بتتغطى بكم من المبالغ، وبعد ذاك بتبدا العمليه التامينيه. نفس الشيء في حاله عندك بضاعه مصدره مورده داير تجيبها من المخزن للمخزن، بتكون مغطيه في حاله حدوث كذا وكذا، محمل على عربيه اتقلبت العربيه، في حاله انه غطست في المويه في الباخره، في حاله انه تلفت بالحركه البضاعة تكون حساسة، كلها دي 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 برضه وثيقة من وثائق التأمين. الوثائق بتاعت الطيارة، الطيارة نفسها عندها وثيقة بتغطيها، بتغطي الكرو بتاع الطيارة، الطاقم بتاع الطيارة، في وثيقة بتغطي الركاب على الطيارة، التزامات الركاب إذا كان حصل الله لا قدر حادث، في وثيقة ثانية بتغطي جسم الطيارة زي ما قلت لك، والمسؤوليات اللي بتكون على الأرض إذا كانت الطيارة وقعت في الأرض وسببت مسؤوليات الغير. سير بارت لايبيليتي ده نوع من انواع الوثائق التامينيه. في وثائق على الاجهزه الهندسيه زي التامين الهندسي، زي الاجهزه مثلا بتاعتكم دي هنا، تلفزيون، الكاميرا، الساتلايت فوق،
الاشياء اللي دائما فيها الطبيعه الالكترونيه دي، الموبايل، الشاشه، السي دي كده يعني. نعم. الحياه شويه سوفت، ما حياه ضخمه مثلا. نعم. في ثاني تامين للماكينات الضخمه بتاع التوليد، الطاوله، الخزانات، اسناد الشيله، اختار المقاولين، المقاول اثناء ما مسك له مقاوله عشان هو ينفذ مقاولته دي بمرض يحصل لكارثه تحصل اثناء ما هو منفذ في المقاوله، ففي وثيقه بتغطي مثل هذا الضرر. في وثائق ثاني، يعني الوثائق كثيره حقيقه يعني. ده كلام عام، لكن لكن بيحتاج برضه لتفصيل ودقائق. كل وثيقه طبعا الناس يا استاذ البصري، الناس بيعرفوا الحياه العامة، السرقة والحريق، الحريق والسرقة، وثيقة اسمها الحريق والسرقة. يعني دي الحياة، لكن انت وسعت لنا المفهوم بصورة كبيرة. نعم. طيب يا استاذ البصري، داير اخش معاك في بعض التفاصيل، نخلي حلقتنا فيها. نحن عملنا تقريبا كده تغطية شبه معقولة للكلام العام. نعم. طيب لو داير نتكلم عن بعض الجانب العملي، جينا للعربات، طبعا دي اكتر حاجة منتشرة عند الناس وكده، تأمين العربات. قبل انت في سياق كلامك تكلمت عنها، اول حاجة يا استاذ البصري، يعني بنسمع في تأمين العربات ده عبارتين، اول شيء ده انك تورينا ليهم والفرق بينهم شنو. بنسمع كلمة تقول لك التأمين ده شامل وده اجباري، كلمة إجباري دي معناها بالظبط بيفهم كده غصبا عنك تعمل. نعم نعم. فلذلك تكلمنا عنه والفرق بينهم شنو؟ طيب يا أستاذ الفاتح، لعلك إنك أنا قبل ذكرته لكن ذكرته بعمومياته. التأمين الإجباري هو تأمين بتفرض الدولة على منه؟ على أصحاب المركبات. قانون حركة المرور بيقول لك شنو؟ إنه صاحب أي مركبة ما برخص له مركبته إنها تمشي على الطريق ما لم تكن مؤمنة تأمين يغطي الأضرار اللي بيتعرض لها الغير وممتلكاته، أو برضه اللي بيحمل خطاب ضمان برضه ممكن، ما شرط تأمين، القانون في وسيعة يعني. لكن طبعا ما في زول بدي خطاب ضمان، ما في جهة كده بتطلع لها خطاب تضمن لها زول إلا شركة التأمين المتخصصة في إنها تضمن. فده إجباري عليك، أنت ما عندك الخيار في إنك إذا ترخص عربيتك لازم تأمنه، عشان كده سمي اجباري كمبلسري موتور انشورنس. وطبعا تاريخيا بدا بانه في الثوره الصناعيه وقت ظهرت المركبه، الناس النبلاء والناس اللي كان عندهم المركبات بيقولوا نحن متضررين من العربات دي، او شيء بتشغل في حيز في الشارع تصدمنا بتعطل مسيرنا كده، وبعدين ما بعوضه، هم بيضربوا الزول ما بعوضه، وغادي يضربك ويجري وكده يعني. فنشأت مسألة انه اي مركبة تكون مهمنة عشان البوريتاريا دي بتغطوا الناس اللي بيكونوا ماشيين في الشارع، او الزول اللي بيتضرر سواء كان صاحب دكان او صاحب مصنع او عمود كهرباء او عمود زينة او المهم. يعني الاجباري ده بيغطي، الاجباري ده عشان شنو؟ نعم. انت بعدين ما بتقدر تغطي الاضرار اللي بتسببها مركبتك دي، لان مركبتك دي ما زي القنبلة ماشية في الشارع بمكنة، غد يضرب لاستيك، غد انت تهمل تنوم يصيبك اي مصاب، المهم يعني في ضرر، في ضرر حسب يحصل الحادث، مهما الزول عمل حساب ممكن يحصل له الضرر يعني، مهما انت كنت عامل حسابك في استعمارك للمركبه بيحصل ضرر للغير يعني. فده التامين الاجباري اللي هو اجبروك انك تامنه برعايه الرغبه على التامين، وناس المرور ما يرخصوا لك عربيتك دي اللي يكون عندك تامين لحمايه الناس، ولانه انت لو سببت لك ضرر لزول والزول ده ما عنده حاجه وانت ما عندك تامين وما عندك حاجه عربيتك اتكسرت، ها هذا في 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 مصلحه مرسله اهدرت. التامين الشامل ممتلكاتك انت داير تامنها بحيث انه تشملها بالتامين، يعني كلمه شامل دي ما شامل يعني اي شيء، لا كلمه شامل دي يعني ده اجباري. الثاني اختياري، بحيث انك انت لو في ناس بيسموه التامين الاختياري وفي ناس بيسموه تامين تكميلي، في بعض الدول بيقول لك التامين التكميلي وفي بعضهم بيقول لك التامين الاختياري. انك عربيتك ذاتها القانون ما اجبرك انك تامنها بحيث انك انا صاب ضرر الشركه تعوضك، على كيفك. الاجباري في انك تعوض اللي بتضرر من عربيتك. الشامل عربيتك نفسها مشموله بالتغطيه في حاله حدوث ضرر للغير وليها هي نفسها. الشركه تعوضك، ولو السبب في الضرر ده
شخص آخر، هي بتلجأ للشخص الآخر نيابة عنك زي ما قلت لك قبل، الحلول في الحقوق تحل محلك. ولو أنت كنت سببت أنت في الضرر خلاص تعوضك وخلاص، ده خطر مؤمن عليه وانتهى الموضوع. فده الفريق، إنه التأمين الشامل تأمين طرف ثالث زائد شنو؟ زائد المركبة نفسها. والتأمين الإجباري تأمين مسؤولية، ممكن ناخدها كده. التأمين الإجباري تأمين مسؤولية ما معروفة وقت التعاقد، هي مسؤولية responsibility، مسؤولية بتقع على عاتقي، تقع بتين وكيف ما معروفة. ده التأمين الإجباري ده، لكن عربيتك ذاتها ما خش فيه، ما خش فيه. يعني الضرر التلف اللي بيصيب عربيتك في التأمين الإجباري، نعم، ما بيغطى بوثيقة التأمين الإجباري. لا ما بيغطى. نعم، انت تضررت، ضربت زول وانت الغلطة، خلاص تماما من عربيتك تأمين شامل او تكميلي او تأمين اختياري. نعم، خلاص. وده ما في زول بيجبرك عليه، انت يعني حر في انك تغطيها ولا ما تغطيها. طيب برضو يا استاذ البصري، مفهوما لبعض الناس زي ما قلت لك، لاحظ الحته دي، تأمين الطرف الثالث تأمين مسؤوليه. طيب دي وده تأمين شيء. نعم، الشامل تأمين حاجه، يا هذه العربيه دي في حالة ان العربية تحرق او يصيب ضرر، انا بعوضك مبلغ معين، 100,000 او 200,000 حسب المبلغ انت الان منه، لو حصل لها توتال لوس. واما ذاك مسؤوليات بتقع على عاتقك. طيب دي ما مربوطة، التأمين الاجباري ما مربوط بالاشخاص، يعني ما شخص، يعني ما الا انا اضرب بعربيتي زول مش كده؟ لا ما زول، ما شرط زول، كل الاشياء. ايوه، ضربت شيء، ضربت زول، ضربت حيوان، ضربت عمود، ضربت حيطة، كده كل الممتلكات. طيب، ممتلكات الناس. الشامل انت تكلمت عن العربية، نعم، انه بيغطيها. نعم، اللي هي المملوكة للزول ذاته، والخطر وخطر المسؤولية نسميه كده. نعم. طيب التفصيل، هل في التأمين الشامل بيغطي الجزئيات ولا الكل؟ يعني الا عربيتي كلها تتلف؟ لا، ولا اجزاء؟ أيوة. نعم نعم، طبعا في التأمين الشامل قد يحصل لك ضرر جزئي، المركبة تصاب جزئيا بالصدام، الرفرف، الكبوت، المعارف، الحياة دي. الشركة تعوضك عن الأشياء دي بقيمتها، ومرات بتدفعك استهلاك، لأنه أنت الشيء اللي فقدته ده، حياة البارشي اللي فقدتها قيمتها الجديد أغلى منها طبعا، فبيقولك ساهم معانا في المبلغ ده على اساس انك ما تكون استفدت من التامين. هي التامين ما يكون فيه نوع حاله يعني زي كانه تجاره، انت امنت ودوك جديد، ما انت استفدت، ما انت شلت اكثر من حقك. فتخش معاهم بنسبه 30% 20% حسب موديل عربيتك، انها جديده، لو كانت جديده مثلا ما بشيلوا منك استهلاك لانه حاجتك جديده اللي فقدتها. لو كانت العربيه قديمه شويه والحاجه الجديده قيمتها عاليه، بيدفعوك نسبه تصل 30، تصل 25، 20، 10، 5 لحد ما تتلاشى. حسب موديل عربيتك وانها جديده او قديمه. طيب ده رزق لك سؤال يعمل لنا مزج كده. نعم. عربيه مؤمنه تامين اجباري. نعم. وعربيه مؤمنه تامين شامل. العربيتين ديل عملوا حادث مع بعض، خشوا في بعض وحصل تلف. نعم. هنا إجباري واحد شامل، المعالجة كيف؟ طبعا هي الحالة دي بتحصل بين شركتين، عربات تكون مأمنات في شركة واحدة قد تكون، وقد تكون مأمنات في شركتين مختلفتين. صح؟ طيب، يلا خدت لنا الخيارين. يلا المخطي منه كمان، ما كل مرة تكون المخطي الشامل وقد يكون المخطي الإجباري. صح؟ نعم. يلا عربية مأمنة شامل وعملت حادث مع عربية ثانية مأمنة طرف ثالث. في حالة المخطي بتاع الطرف الثالث ده، هو مأمن طرف ثالث وأخطأ على عربية المأمن الشامل، المأمن الشامل ده طوالب بيشيل مستندات رسمية وبيمشي للشركة بتاعته بتعوضه وبتحل محله في مواجهة الشركة الثانية دي باتفاقية ما بين الشركات، اتفاقية غير مكتوبة، إنه إذا كان في عربية مأمنة معينة كشركة صدمت عربية مأمنة معاك انت الشركة الثانية، عوضي العميل بتاعك وارجعي علي بالمطالبة، بس بشرط انه ده يكون مخطئ، يعني واضح انه غلطان، ما يكون متهم ثاني او متهم اول، لانه كده فيها مسؤولية مشتركة. فدي الشركة بتعوض المضرور ده وبترجع للشركة الثانية المأمنة، من طرف ثالث للشخص الاخر، بترجع منه
القروش للشركة اللي هي عوضت الشخص المجني عليه يعني. العكس نفس الشيء في حالة انه الشركة العربية المامنة شامل ضربت، طبعا ده بصلي عربيته بطريقته في الكيس الاول ده. في الكيس الثاني عربية المامنة شامل إجباري. ايوه يصلح براو براو نعم، لانه ما مأمن تكميلي ولا مأمن شامل ولا مأمن تأمين اختياري اللي هي مركبته. العكس حصل، الشامل هو المخطئ وصدم بزور التأمين الإجباري، أي زول التأمين الإجباري كده المسؤولية كلها على الشامل ده، يصلح لزول التأمين الإجباري وشركة التأمين تصلح له هو برضه، وإذا كان في ناس اتضرروا وأصيبوا شركة التأمين تعوضهم، وما في رجوع على أي زول، خلاص قامت بالتزاماتها كده. نعم. طيب أستاذ البصري، في موضوع العربات في التأمين، نعم دايرين نشوف دايرينك تكلمنا عن بعض الشروط المهمة في تحديد المسؤوليات، يعني مثلا في هل هناك اشتراطات بينظ عليها في مثلا فيما يتعلق بترخيص العربة أو متعلقة بالشخص القائد للعربة، وهل القائد ده لازم يكون هو نفسه صاحب العربة وإذا أضع عربيته لزول تاني؟ لأنك تكلمنا عن الشروط العامة في شروط العربات. نعم، طبعا القانون ذاته فيه مخالفات الإنسان بيرتكبها، يعني القيادة بإهمال، السكر، قيادة مركبة بدون رخصة قيادة، قيادة مركبة غير صالحة على السير على الطريق، القيادة بطيش مثلا تخطي الإشارة الضوئية الحمراء، القيادة بسرعة غير قانونية، دي كلها شروط شركة التأمين بتضعها في عقد التأمين سواء كان شامل أو سواء كان إجباري. بتقول لك أنت سايق المركبة دي عشان أنا أقوم لك بالالتزامات دي، مفترض أنك تسوق المركبة ويكون عندك رخصة سوق المركبة، وأنك ما not influenced by يعني ما مسيطر عليك مخدرات أو خمرة أو أشياء مؤثرات عقلية. مؤثرات عقلية نعم، تسوق المركبة وتسوق ويبغى لك قواعد السير، ما تتخطى الإشارة الضوئية، والإشارة مولي عليك حمراء ما تجي تقطع، الحمولة تكون قانونية، المركبة ذاتها إذا كان بتشيل ركاب تكون معدة لنقل الركاب، فيها كراسي كده ما تشيل الناس في الأجناب فوق في السقف، بتضع لك شروط. لكن طبعا للأسف الشديد قانوننا بيقول إنه المركبة دي طالما سببت في ضرر لشخص الشروط دي كلها الشخص ده ما عنده بها دعوة. لا. لأنه بيقول لك الشخص ده ما كان حاضر وقت التعاقد، المضرور ده ما هو سير بارتي، طرف آخر، طرف ثالث. هو ما كان حضر وقت الناس دي العمل العقد ده. بينما إنه حسب ما هو معروف إنه العقد ده بغطيه بشروط. فبقول لك ولا يمنع شركة التأمين في إنها إذا كان مثلا زول بيسوق مركبة تعسير الخمرة أو بدون رخصة غيادة أو تخطى الإشارة الضوئية والشركة خطى لها نص زي ده في وثيقتها، رغما عن ذلك المضرور بيتعوض، وبيقول عشان المضرور ما يتضرر، هو أصلا اتضرر يعني اتضرر من الحادث، عشان ما يتضرر أكتر بيحكم على شركة التأمين تعوضه وترجع على الذي تعاقدت معه في انه اخلى بالعقد. نعم. انه ده بريتش اوف كونتراكت بينه وبينه، لا يتاثر عنه المضرور. نعم. والشركه ترجع على المؤمن له تقول له يا اخي عندنا عقد بيننا وبينك، انت خليت ونحن تكبدنا مبالغ ماليه ضخمه ترجع علينا، وصل معه لاتفاق يعني يدفع جزء ويخلوا له جزء. وهكذا يعني. نعم. نفس الشيء في التامين الشامل عندهم شروط، يقول لك عربيتك دي مثلا لو انت خديتها استودعتها في محل بتاع صيانه ما مسؤوليتنا، مسؤوليه الورشه اللي هي القراش او الورشه المحل خدت فيها للحفظ او للصيانه. نعم. عشان ما تفتح باب بتاع انه تقول كانت في الصيانه والزول ده عارفها مأمنه يفرتك منها بعض الاشياء او كده او كده، يعني مين فيها ثغره يعني. نعم. عشان كده اي عربيه بتكون تحت الصيانه او بتكون تحت الحفظ ها دي مسؤوليه الزول الحافظه او مسؤوليه الزول بيصين فيها. بخط لك شرط زي ده في التأمين، بيقول لك تاني مثلا مركبتك مفروض تكون صالحة، يعني ما مفروض انت تستعمل مركبة وهي
ما لا تصفى على السير في الطريق مثلا، ما فيها فرامل، ما فيها انوار وما شباب الليل وهكذا. شكرا جزيلا استاذ البصري الفكي الطيب المحامي والمستشار القانوني على هذه الافادات القيمه حول قانون التامين. ويبدو استاذ البصري انه نحن محتاجين معاك ل والله كتر خيرك يا استاذ الفاتح، جزاك الله ان شاء الله خير. عشان نواصل فيها ما انقطع من حديث ان شاء الله. الله يا ان شاء الله. شكرا لك استاذ البصري، شكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى نلتقيكم في حلقه جديده. نشكر الذين وصلونا بكم ايضا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. على قلب عبد غب من منهل عذبي ففي محكم التنزيل.